يدخل الإرهاب مرحلة جديدة. بعد الرقة والموصل وما سبقهما من قواعد الإرهاب، إليكم قاعدتان تتوفر فيهما كل عوامل الخطر. جزيرة سقطرى، مأرب، القاعدتان في اليمن. اليمن مرتع للإرهاب، هذا ليس جديداً، فما الجديد؟ سقطرى في المحيط الهندي قد تتحول إلى مركز للتكوين وتدريب جماعات ذات نشاط إرهابي. ومأرب، الأرضية الأيديولوجية متوفرة. هذا الرجل مثلاً اسمه أبو الحسن المأربي، وهو أحد أبرز قياديي الفكر المتطرف، وغيره كثر. ينطلق الفكر الإسلامي المتطرف في اليمن من بيئة دينية وسياسية رسم ملامحها الإخوان المسلمون ممثلين في حزب الإصلاح. وضع اليمن اليوم هو نتيجة تعفن سياسي وفساد، الشاهد الأكبر فيه والفاعل الأقوى الإخوان المسلمون. في 2011 جاءت الثورات العربية، سقط علي عبد الله صالح، جاء بعده عبد رب منصور هادي، وبدا خاضعا لضغط الإخوان. تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين، المراوغات الإخوانية حطمت الآمال الشعبية، وجاء الحوثيون إلى صنعاء في 2014، وهرب الإخوان لينتظموا من جديد. الشبكة الإخوانية توفر لقياداتها المال والصدى الإعلامي.